أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ظهر في هذا الوقت رجل لا يرى عالما ولا داعية إلا قدح فيه وحقره وذمه، ويقول إن ابن حجر والنووي والذهبي ليسوا بأئمة بل هم مبتدعة، فكيف الرد على هذا وأمثاله؟ هذا ما يرد عليه، هذا مهبول، ما يرد عليه، هذا اتركوه بس، نعم ارفضوه يكفي. أحسن الله إليك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.